في الدوري الألماني بقى كانت المفاجأة المدوية وهي خسارة بايرن ميونخ العملاق الكبير بطل الدوري آخر 9 مواسم أمام فريق أنتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف سكور كبير جدا سجل منها نجمنا المصري عمر مرموش هدف وصنع هدف ورفع رصيده مع الأهداف في البونز ليجا الألمانية ل7 أهداف تصدر بهم قائمة هدافي فريقه انتراخت فرانكفورت ورفع الفريق رصيده للنقطة 21 في المركز 7. فوز كبير جدا وهدف غالي ومباراة ممكن جدا تكون محور تغيير في مشوار عمر مرموش في أوروبا بشكل عام. أكيد أتمنى إن شاء الله نشوف عمر مرموش الموسم الجاي في نادي أكبر إن شاء الله. يمكن كان لينا قبل كده في الدوري الألماني تجربة مع نجمنا المصري أيضا محمد زيدان، في الحقيقة كان سطر تاريخ أيضا في الدوري الألماني من أكثر من نادي وآخرهم طبعا بروسيا دورتموند.